اسمي فاطمة السماهيجي، مصممة أزياء وفنانة تشكيلية، دارسة ديكور داخلي في جامعة الأهلية وتصميم أزياء ودرس ميكينج في إيطاليا ميلان، والبراند مالي اسمه فاطمة السماهيجي. وآخر كولكشن سويته كان مع الحاضنة في دلمون ستار. اشتركت في برنامج دلمون ستار عشان أنمي مهاراتي في تصميم الأزياء واكتشفت مهارات جديدة. أكثر ورشة حبيتها في دلمون ستار كانت ورشة شينغو ساتو، اللي تعلمنا فيها طريقة جديدة في قص الباترون، وكانت ورشة جدا مفيدة ما قد تعلمتها من قبل حتى من خلال دراستي في إيطاليا. المجموعة اللي اشتغلت عليها في دلمون ستار كانت مستوحاة من حرفة قاعدة تندثر في البحرين، اللي هي الباسكت ويفينج. وهذه الحرفة احنا نحتاج نسلط الضوء عليها، فكانت مصدر الإلهام الأساسي بالنسبة حقي حق هاي الكولكشن. فخذيت طريقة الويفينج اللي كانت في اللي يستعملونها في هذه الحرفة، واستعملتها نفسها في التصاميم. حاليا نقدم دورة تصميم أزياء، هي عبارة عن دورتين في واحدة. مستوى الأول والمستوى الثاني دمجتهم مع بعض. خذيت أفضل الطرق عشان الطالبات يتعلمون شلون يرسمون الجسم ويتعلمون تفاصيل الجسم والبادي بروبورشن، وبعدها انتقلت على شلون يقدرون يسوون كولكشن كامل من حيث اختيار القماش، اختيار الفكرة، عمل المود بورد، إلى لين ما يسوون الكولكشن متكامل. طبعاً دلمون ستار ضاف لي الكثير وساعدني حتى في دوراتي، صار عندي معلومات أكثر في الأزياء، وحتى طريقة الشرح ممكن تطورت من خلال برنامج دلمون ستار. طبعاً أتمنى أن يكون عندي البراند الخاص فيني اللي هو فاطمة السماهيجي، وأتمنى أطوره، أتمنى أنه يوصل للعالمية، وأتمنى حتى دوراتي أكثف منها وأطور منها، ويكون عندي الفاشن هاوس الخاص فيني، وحتى يكون عندي سكول حق أدرس فيه تصميم الأزياء.